معانا صور ممكن برضو نعيد للمشاهدين مرة تانية، يمكن احنا برضو عرضناها قبل كده بس من كتر فعلا أهمية الموضوع انا حابة ان انا اعيد عليها مرة واثنين وثلاثة. ادي الصور معانا اهو. دي اول وضع للفحص الذاتي، اللي هي السيدة بتبقى واقفة قدام المراية وبترفع ايديها لفوق. بترفع مرة ايديها لفوق ومرة ايديها عند وسطها. تمام. المفروض ان هي تقارن الثديين اذا في اي تغيير في الحجم او الشكل او في احمرار في الجلد او في نقره في الجلد شاده الجلد لجوه، لان ده بيبقى معناه ان في ورم جوه شدد الجلد او في اي تغيرات في الحلمه او افرازات. كل ده هي لازم تشوفه بعينها، ولازم لما تتعود انها تعمل ده من سن 20 سنه يبقى هتعرف امتى يبقى في حاجه مش طبيعيه، لان طبعا من سن 20 سنه عاده مبقاش في اي حاجه. فكل ما بتشوف نفسها بتبقى عارفه الطبيعي ايه واللي مش طبيعي ايه اللي ومعانا الصوره اللي بعديها هي برضو ممكن توضح بعد كده بيتم ايه او دي بقى لما هي تبتدي تفحص الثدي بترطيب صوابعها. والمفروض ان هي تمشي حوالين الثدي زي عقارب الساعه كده، زي السيركل او عقارب الساعه، تمشي تغطي كل منطقه الثدي وتحت الباط. تشوف بقى لو في اي حته كتله مكلكعه، اي احساس غريب عندها في الثدي او تحت الباط، واذا لقت اي حاجه من الحاجات دي سواء لما بصت في المرايه او لما عملت بايديها تتوجه للطبيب. وبرده نقول ان الكشف بالايدين، ان لما بتعمل الفحص الذاتي بايديها بتعمله وهي نايمه على السرير، وجزء تاني وهي واقفه، ويفضل وهي في الدش عشان الميه بتساعد كويس قوي على احساس لو في اي حاجه متغيره. اوكي. مهم قوي نقول للسيدات برده ما يخافوش انهم لو لقوا اي حاجه، انه 80% من السيدات دي لما بيلاقوا حاجه بتطلع مش سرطان. فما يخافوش، يعني هو الكلكيع دي ممكن تبقى حاجه ليها دعوه بالغده الليمفاويه مثلا، يبقى في كيس ميه سيست، ده اكتر حاجه منتشره. فايبرو ادينوما اللي هي الورم الليفي الحميد اللي بيبقى موجود في الثدي وبيتابع بس. هي بتبقى كتله زي الالياف كده اتكومت وعملت زي حجر صغيره دي بالظبط، وبتتحرك كده، بنبقى عارفين ان هي بالكشف كده ان هي مش ورم خبيث. وكتير قوي ما بيطلعش فيه حاجه خالص، يعني بتبقى هي حاسه حاجه مكلكعه، وبيبقى دي في الاخر انسجه طبيعيه في الثدي، بس هي مجرد ان هي موجوده جنب بعض.